هنتكلم عن حصاد تويتر 2019. زي ما قلنا لكم على حصاد جوجل وجوجل ترينز 2019، قلنا برضو نقول لكم على حصاد تويتر 2019. وهنلاقي اكتر تويتة جابت لايكات هي في مصر، كانت تويتة لمحمد صلاح لما كسب الحذاء الذهبي. دي كانت اكتر تويتة عليها لايكس، ناس كتير عملت عليها لايكس. ده حقيقي. طبعا محمد صلاح في أي حتة ما شاء الله ما شاء الله عنده معجبين ومحبينه في كل أنحاء العالم، مش في مصر بس ولا في العالم العربي بس ولا في تونس بس. أنا في تونس والله العظيم صحابي بيرفعوا عليا سماعات التليفون بيحبوه قوي، ومحمد صلاح وإحنا بنشجع ليفربول علشان وكده. فطبعا محمد صلاح يا رب يوفقك أكتر وأكتر وترفع راس مصر وكل العرب. عايزة أقول لك إن يمكن الصورة اللي نشرها محمد صلاح يعني السر وراها إن هي كانت مميزة جدا، خصوصا هو لما حط الحذاء الذهبي اللي كسبه للسنة التانية على التوالي. كانت الصورة فيها مكة بنته وهي بتبص للصورة أو للحذاء الذهبي بإعجاب شديد جدا ومستغربة، فهو فهم هي بتفكر في إيه، فقال لها على فكرة إحنا عندنا واحدة في البيت بس دي واحدة تانية جديدة، فعشان كده الصورة دي يمكن حازت على إعجاب ناس كتيرة جدا وحصلت على لايكات كتيرة قوي. يمكن اللايكات في الصورة اللي انت كنت بتتكلمي عليها عدت حوالي 70,000. الصورة نفسها تحس ان بنته كان اللي هو عندنا يا بابا زي ده في البيت تاني، بس يعني هو محمد صلاح يمكن تاني مرة ياخدها على التوالي. وان شاء الله مستمر إن شاء الله. ومكة كل سنة بقى تاخد الحذاء الذهبي من باباه وتبص له نفس البصر. التويتة دي جابت في 12 مايو 512,000 لايك. عشان برضو نفهم الناس كم لايك ما شاء الله. طبعا هو يعني يستحق لايكات اكتر من كده بكتير طبعا، بس مش كل الناس عندها تويتر. في نقطة تانية واكتر من 79,000 واحد علقوا على الصورة. جزء من القوة الناعمة بتاعتنا كمصر وكعرب كلنا هو وجهتنا بره وللمسلمين بصراحة. بس هو يا جماعة يعني متفاعل اكتر على الانستجرام، يمكن هو لما بيحط صورة يمكن بتجيله اكتر من 2 مليون لايك على الصور وعلى انستغرام، فهي بتبقى منصه للمشاهير اكبر بكتير من، انا بحس كده يعني، من تويتر وفيسبوك.